السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنديروا اللحم بالبرقوق. غنحتاجوا الكيلو ديال اللحم البقري، جوج ديال البصلات مقطعين بحال هكا رقاق، عندنا ملحه، معلقه صغيره ديال سكنجبير، نص معلقه ديال الابزار، معلقه ديال التحميره، معلقه ديال الزعفران، معلقه صغيره ديال القرفه، عود ديال القرفه، معلقه صغيره ديال المروزيه، نص معلقه ديال الثومه غبره، يمكن لينا نديرو الثومه عاديه طريه، هنا شويه ديال الزعفران حر، هنا جوج معلقة ديال العسل. انا استعملت العسل الحر، يمكن لكم تستعملوا اي عسل، ولا يمكن لينا نستغناو على العسل ونديرو سنيده. انا درت الزيت باش تسخن ليا، ندير فيها اللحم ديالنا. نديرو اللحم ونديرو ليه مليحة، ونديرو ليه باقي التوابل، ونديروه يتشحر مزيان. اللحم ديالنا من بعد ما تقلى نديرو عليه البصلة، نديرو عليه البصلة ونشحرو حتى هي مزيان. هاهي البصلة ديالنا تقلات، نربو عليها بالماء سخون، الجهد اللي غطيب فيه، وغادي نسدو عليها وندوزو نحضرو البرقوق ديالنا. بالنسبه للبرقوق حنايا درناه في الماء سخون، هنايا غنرقدو واحد 5 دقائق. هو البرقوق ديالنا من بعد ما طفينا ليه داك الماء فاش كنا دايرينو، دابا غنديرو ليه شويه ديال الزيت المائده، غنديرو ليه غير قبيصه ديال الملح، غير شويه، شويه بزاف، نديرو ليه واحد العويه ديال القرفه ونغطيوه بالماء. ونغطيوه بالغطايه ولا شي حاجه، المهم ما نخليوش عريان باش يطيب لينا مزيان، ونديروه فوق العافيه. محلينا على الكوكوط ديالنا، اللحم ديالنا ها هو طاب، غنديروا ليه العسل ونخليوه حتى يتعسل مزيان فوق البوطه بلا ما نسدوه بلا والو، نبقاو غير نحركو شويه مره مره حتى يتعسل مزيان، ونطفيو عليه. هو البرقوق ديالنا من بعد ما طاب غنزيدو ليه شويه ديال السنيده ونخليوه حتى يتعسل في السنيده. انا درت اللحم ديالي قدمته في التبصيل ودرتو في الفران وشعلت عليه باش حتى هو يتحمر شويه. اول اللحم ديالنا من بعد ما طاب انا كنديرو في الفران هو والطبسيل ديالو، باش حتى الطبسيل كيبقى سخون وكيحافظ لينا على الحراره ديالو باش ما يبردش لينا دغيا. انا ذوقت بشويه ديال الزنجلان، يمكن لكم تذوقوه على حساب الرغبه. بالصحه والراحه.